اتوقع سبلات وحاجات زي كذا. اوكي اهلا وسهلا جي جي ان ذا وورلد فول اوف سفرنج ليت مي ابريشي واي اي كان اونلي مدري اي ويك بادي والله كان كون ليس لسادة ليه ابيديميك لو شغلتها تسممك تحط فيك بلا يا لطيف محمد شكرا الفلو كل أمراض ذي شوي ربو مسينيا غريفيس أوسيوبروسيس اللي هو حق العظام هذا التي بي اللي هو الضرر نتوقع نايتمير سندروم متلازمة الكابوس ايدز توقع محتاج مرض معدي كأي شيء الليد بويزنينج هذا حق زمان عشان البوية كانوا يحطوا فيها الرصاص فاهمين كيف فكان يسبب ليد بويزنينج يطلعوا الأطفال كذا الأكيو حقهم قليل أخاف أحط شيء زي كذا علي وما يتفك أتوقع أنه تحدي إيش السلاح ذا أبغاه كأنه كينغدوم هارتس أو هذا يبيع أهلا وسهلا حبيبي حاجات تحول شكلي وأسلحة شوية أسلحة خواتم سلاح الشنادة صح؟ كل شيء صغيري ما هو أصلي شوف 1 2 3 4 5 6 6 مليون 5 مليون يا عيل كيف جيب 5 مليون؟ والله بعرق الجبين يا صاحبي إيش السلاح ذا؟ ترو دراغون سورد هذا حق سكرو صح؟ العادي؟ مشكلة ترو دراغون هو أتشوان والله نفسي أجيب الأسلحة كلها ذي كيف أجيب 5 مليون؟ إيش هذا؟ من أي لعبة هذا؟ برودكت بشورة أسلحته كلها من سكرو هذا إيش هذول الكلاب المعلقين ألو؟ إيش فيه؟ هنا في دماء مين أنت؟ هذا لابس الجير حق دارك سول 3 ريمبرنس بوي كان ميك انتو انيدوني ات كيون اوكي هذا يحول لي ارواح البسات لهذا بس شكله مو اي بسات ايش هنا باندن بلتور هذه اتوقع شباب هذه البسات اللي ضايفها هو طيب راعي المد وهذه كده هنت ان وين مكانهم كوربتد جولدن تري اندانجرد لاند ريبل مانشن ساكر سنوفيلد الريبل مانشن ممكن نروح له اللي هو في الجنوب هذا القلعه نسيت اسمه Home of the Gold 3 Foot Moonlit Place شايفين كيف مدينا هنتس في كلاب معلقة أنا ما تدري ليش 60 ما عليك 60 بسيطة لو جبنا 5 مليون بسيطة نجيب 60 صدقني والله بسيطة في غرفة هنا إيش هذا بلدي شكرا على الفولو إيش هذا في بورتل هنا What is this place لا تقول لي بص Go to the Star Observation Deck ليش لا يقول لك مكان حيث ترى النجوم ايش المكان الجميل ده شوف القمر بعيد رحنا كوكب نمك ما ادري ايش اسمه هذا حق دراغون بول انا شايف بوسات اي والله شايف بوسات هنا حيجي بوس هنا طيب لما اجي كده امشي ايش هذا نظام روغ لايك كده يبغوني امشي وهزمهم هذا بوس هنا شوفه في بياع سحبت عليه برجع معلك عارف انا سحيب درجه اولى كلمهم ذول تدي ذا لو and pray ايش هو تشالنج اوكي ايش هذا هذا يخليني خفي golden land و emergency escape هذا جالس يعزف فينا كل واحد فيهم يبيع شيء كله بفلوس do you sell strength نبي حاجات strength حاجات قوة عضل هنا شكله بس ماجيك كله ماجيك صح والله سالفة الأمراض مغرية بس ما بسويها دحين خلينا شوي نتقدم في اللعبة آيسو إيش دقيقة أوه نو 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 ما كان قصدي ها فلا حد قرب صح فلا حارف وصلى ما كان قصدي وجع وين بياعك يا ود اللي بتقول لي عنه هذا نفس اللي في الدي ال سي اوه اسلحه بلاد بورن ركويو لا رايفل ركويو ما فيه
نحتاج فلوس كثير عيال، فورا نحتاج الفلوس. بما انه قال لك في سيكرت هنا، فخلينا نروح نشوف ايش السيكرت اللي حاطينه، السيكرت الصعب اللي هم حاطينه يكون ايزي. اسمع، بما اني قوي دحين انا اقول اتقاتل مع فتى الليل وقدرك. نرجع لقدرك كمان يا عيونه نيتشن. هلا، ما ادري حيمديني اقتله ده ولا حيكون مره مقوينه. كم تو مي، بيطلع حاجات كثير. نجلس احنا انا وانت، شوف مين اللي طيح الثاني. اوكي، هو طيحني، انا بضرب، والله بضرب ما علي. حيكون يسوي بليد وفروست. ممكن اسوي حقتي ذي لين ايش ما اقتله. والله مرة قوي بزي. اوه قام بسرعة، ما ينفع يا اخي تقوم بسرعة كذا. لا بيضربني حرام، والله سلاح مرة قوي. الشيت انجن سعادة؟ لا بدون شيت انجن، نبغى طريقة المود. توقع سلاح يسوي الحركات دي اللي كان بيسويها معايا، مدان استخدمه ولا لا؟ نجرب. طق طيقة أنيتا. يا إيجر الله قهرني، طلع صوت زيادة كده، كلن 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 شكلن كلن كلن شكلن كده. نشوف ممكن بعد ما نقتل نكلم شجرة شيء نظام السولز تعرفه. إيش ذا المد؟ هذا مد غريب يا صاحبي. هذا طبعا ما احتاج اقول لكم اني لو بسلاح الثاني كان رفعته ايزي 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 يعني. الله كان مات سريع سريع بالدمج ذا اللي بيبلعه. They are nothing. والله nothing مساكين مقارنة بالشن حقي هذا. توقع الجرافتد بلاد مغيرين المفسد حقه. وينه؟ نجرب نفس الويبن ارت. اسرع شويه بس نفسه. اهلا وسهلا، ايش بالارينا؟ هل هناك شيء سيحدث؟ اوكي، هذا مو نفس السلاح الثاني. الله مسكين ذا، الله مسكين. في شيء حيجي من ورايا عيال، الدنيا ظلمة. ليش الدنيا سواد كذا؟ ايوان، ممكن اسوي له فري وممكن اضربه كذا لين ما يبدا فيستو. خلاص بيتحول صح؟ ماني قادر المسه. دحين قادر المسه. غريب صح؟ خليت لكم الصرخة، ايش رايك؟ حيوان حيوان حيوان. عمل لي كاونتر ابدي، اصد على طول ما علي. الله دعس وجهي على اساس اني شو اسمه بستنه. البري يا اخي، ما احلى البري، ما في شيء احلى من البري في اللعبه دي. ماني شايف. سويت تاني. ها هذا غش هذا ترى. اسمع انا بشرب. لو بالسلاح الثاني كان كفكفته لين قال بس. بر النار، نعم. Of all that is golden. It's monogy. There. نقسم الهواء. انا مستغرب من السواد هذا اللي صاير هنا، ما اعرف الاسد خربت ولا ايش صار بالضبط. اسمع بالمره، بما ان جينا دقيقه في رد اعتبار هنا كذا بسيط سريع كذا، بس واحد ما نحبه، ما حد يحبه اتوقع هذا الواد. تعال والله ضربني. عيال ماني عارف اصد. ايوان
انا اوريك انا اوريك الحين يكدبل تشيمونوغي. الله بعد ما اصد اقدر اضرب ار2 ليه ما حد قال لي؟ فاشل في الصد حرفيا فاشل في الصد وعشانه مسرع كيف تضربه لينقز. حاولت اسوي دبل تشيمونوغي تاني بس ما زبطت هنا. الله مسكين الدبل تشيمونوغي مره تضرب عيال. ما ردينا اعتبار ولو انه شويه ضربني كثير بزياده ما له داعي بس زبطت. اخذنا سلاحه بس بعدين لو نبغى نسوي الساكرد اوردر هذه. ايش هذا؟ ما انتبهت له. الله ليه ما حد قال لي جير سولير هنا؟ ايش سنة اوث هذا خاتم؟ واكيد حيكون احسن من اللي عندي بس بيقلل البويز. هذا بويزه احسن بس دفاعيا اقوى وما يصير ثقيل لسه. ما يتغير سكن لين انا غير من البونفاير. خلينا نقلب اشن من مبدا التغيير بس. هذا كيراميد شفناه. قرية ايش فيها؟ ما يكون فيها شيء المفروض. المفروض النزلة هنا وخلاص. فيها بص الله. اهلا وسهلا. مين ذا؟ هذا حق سكرو. روبرت. ما ينضرب. طب هذا كيف نضربه هذا بالضبط؟ الواد ما ينضرب عيال. ايش انا ايش اسوي لك انا دحين؟ فضيت 200 مليون مره. ممكن لين اسوي له استقر ويموت. والله يوجع. اسوي باري شوف ايش يصير لين يتستن. مصيره يتستن صح؟ نشوف كم باري ياخذ بس. اوكي ترى كثر. والله مرة كثير. كان يبغاله بيلد كذا من اللي لما اضرب. هذه الضربة تضربني ريجاردلس. اوكي مستحيل يا عمي ايش فيه؟ مو مخليني اضربه اصلا شوفوا. السلاح الثاني ما يضرب. طيرني. شعبي طالب يا جماعة والله خاف عليكم من الفيروسات. خلوني اتأكد بس. موقع صيني هو اسمه حتبحثوا عنه كويس. انا ما بعطيه لواحد مو عارف يطلع اسم المود. مو عارف يطلع المود قصدي معليش. لو ما انت عارف تطلعه معناته انت ما تعرف الامان حق جهازك. فلين اتأكد انا من الموضوع ما حد يكم هو معليش. من لنا تقوي دفاعي وسلاح قندير يلسعه وجيجيه. بس المشكلة اني ما اقدر اصد. سلاح قندير مرة ما مداني اصد ترى. شوفوا كذا. جيجيه. نشوط بعض انا وهو. حرفيا هو ذا اللي بيصير. اوه نو نو نو. استخدم الضربات الكثير. يا مال الا كذا. شوف 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 تشبيه كيف يرجع. هيل وحبه حبه. حبة حبة تجي المحبة يقول لك. أقل أخذ سلاحه ممكن خلينا نقتله. ما يتستن ما يتستن شوفوا. والله ترى سلاحي مرة يضرب شو اسمه حقه. بس
اقسم بالله ضحك. تعال تعال اتفاهم معك. خلاص مت مت مت. اوه نو نو. ايزي ايزي. يعطيني 100,000 ولا مليون؟ والله لو اعطاني مليون مره جيجي. السلاح ذا مره كذاب. اعطاني 50,000 يا رجال. اهم شيء يعطي سلاحه بس، نبي نجرب اسلحه جديده. الله لا شيء، اعطاني العافيه. وبعد ذا كله بيكون في فخ هنا كمان. ما يستحون، عيب عليهم. يلا بسم الله. واحد تاني نعنفه. والله السلاح ذا حرفيا تعنيف الام بي سيز. احلى شيء ما في بليد فما نقتل باتشز، نضمن انه ما يموت. اول شيء كذا بعدين نجري. وهلا وسهلا. بام 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 بام. فلولس. يورا ما لحق يجي. والله يورا مسكين. بعد 7 أيام اللي يسألوا الإضافة. وال 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 وال. يب إيزي. أغنية رودغون. أهلا وسهلا. بدي أعطيك فرصة أشوف إيش تسوي أنت. بس يلا ورينا إيش تقدر تسوي. اهلا وسهلا. بس كذا هذا اللي تقدر عليه؟ كمان انت ضعيف. ايوه ايش كمان عندك؟ لا شاتني. اوهو لعيب والله. ما هذا الضرب يا فاتشز. قول بس يلا. والله السلاح لما يطيرهم. يلا يلا بس. خلاص مات. خلاص. أغنية رادغون نصاب نفس الحاجات. بس عنده كأني شفت كلمة سبيشال جودز. إيه ملابس قدس عنده. غالي غالي قطعة ب30,000. ليه حرام يا نصاب يا باتشز. كل حتى ملابس الشن هذا اللابس أنا بس اللي هو بالملابس نفسه. حتى ملابس قدس عنده. شيرز فور ذات. اي والله شيرز. طيب قتلت ذا وقتلت ذا، دحين اروح الرنالة اكمل في طريقي انا. اقول عادي كما انا از از. هذه قلعة ما هي محترقة بس في قلعة. ندخل نشوف ايش فيه. الراجل سايب البيت مفتوح يعني ما نقول له لا. انا خايف انحشر في زاوية غلط مع احد هنا. وما احب لما يحطوا قلعة كذا بدون اي فائدة. هل الباب ينفتح هذا الباب اللي هنا؟ لا مو بذيء. مفروض انها محترقة طافية عندي. شكله طفاها وشال البوس يا لجدش. انا شايف تنانين هنا. التنانين هذه شفت النار. شفت النار. بس التنانين هذه ايش وضعها؟ هناك كان في كيراميت. هنا ايش حيكون فيه؟ اوهو بكاريو. اقدر اكلمك؟ يمكن ريكويرمنت بعدين حاجة تسويها. يا عيونو نيتشن. هلا شايفة شايفة. خلاص شفتها ترى. شفت النار. واضحة صريحة يعني ما يحتاج. لا ايش هذا؟ بد في كيس. لو جاب بد في كيس حزعل منه ترى راعي المد. حاطين نار في النار. حينزل منها يعني ولا ايش؟ ماني فاهم. ولا ديمون اوف هيترد ولا ايش؟ وين؟ ايش الوحش هنا يا عيال؟ شايف رجول انا. ايش فيه ايش فيه ايش فيه؟ مين ذا؟ ابي سواتشر بس كذا. لا ما يضرب. اوكي ما ينصد. ما هي اضافة. ما هي الاضافة. مد هذا. والله شيش كراميت احسن. والله كراميت اسهل. انا اقول مدام بوسات قويه كذا يبغى لهم سلاح زي السلاح ذاك كذا اللي اجلس انا لكمهم وهم ساكتين وكف بكف وخلاص. في حال ما اذا كنت تفكر كيف ممكن يكون قتال الابس واتشر لو انت راكب على حصان. اوكي في واحد ثاني. انا قلت لكم لو طلع واحد ثاني بنزل لكم واحد. بيتقاتلوا سوا. اهلا وسهلا. مين فيكم البوس؟
واضح. الغلط 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 اخوي. الله الغلط ضربناه يا الله. عندي بويز ابدي ما تقدر تسوي لي شيء ترى. ادي له كتف قانوني كذا هي براحتي. از دامج ككا. سلاح مكسور يا عيال. روح روح. بس دمه كثير حيكون في فاستو اجل. حتكونوا اثنين ترى نغش احنا كمان نعرف. يلا يلا بس. اوكي تستن ستن مرة غريب. اسوء الاحوال اسبم كذا لين ما هيل وخلاص. بس هو لين اخلص والله مشوار لين اخلص دمهم. مرة مشوار. لازم ألفل حتى بسلاحي قوي ما ينفع دحين. جي جي. توقع بتطالع بالبوس يموت. عادي 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 نبقى نطالع فيه ويموت بعدين نصير نفرمه. أحتاج فلوس أنا مفلس. يوش 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 فين هنا. دحينة شوتو شوتة يطلع برا المجرة. هروح لكلميت أول بس من مبدأ التغيير. ناخذ قيلول عشان نحلم إننا نقاتله. شايفين كيف ده كله عشان أنا يقهرني أول ما يدخل كذا يقتل العيال يقتلني يقتل البشر كلهم. كلميت ما ينفع ما يستحي. أنا ماني قادر ألمسه. ليش والله ماني قادر المسه. ايش هذا؟ اهلا وسهلا. انا اقول كلميت مو الحين. انا اقول كلميت مو الحين. ارجع ارجع هناك. قال لي لا تجي لا عاد تجيني. قال لي لين نجيب له كده احنا كتانا كده قات دراجون سلاير كتانا كده نسوي له كده نقسمه نصين. فاهمين كيف؟ هي 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 هي. فسوء الاحوال نروح لش اسمها رنالا نتنمر عليها ونجي. واحنا سبحان الله دائما لما العب بث انهي بثي عند رنالا. في الاغلب حبدا اوجع عليها عشان الساعه 11 وربع دحين. فقبل رنالا في الذيب حقها. ممكن الذيب حاطين بداله شيء سرطان ابروشنج. ايه السته اجيبها من شو اسمه من عند قلعه ريكارد. اروح عند ريكارد واجيب 6 و7 و8 و9 كلهم كاملين يكونوا عندي. ها وينه؟ تعال كم اصحى اصحى يا عاد. طع طع ادعسه اديه اعطيه. وهنا كمان واحد اثنين ثلاثة اربعة. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة اربعة. اوه حلو ذي. استنى ار2 بعدين ال1 طا طا اي ار2 بعدين ال1. انت قلع انت سوي فزع انت وجهك. يقهر ده. كلكم بعيدوا ده كلهم يقلبوا علي. ضربني هذا. تعرفين لو اجيب ال عجبتني الحركه ذي بس مره يجي بسرعه يا اخي. توقع فيس واحد بس والله اعلم يعني. قطع تضرب كثير ذي الضربه. عملت له بريك للبوستر حقه. بس توقع لو في فيس 2 هو اللي حيبين الضرب اللي حبلعه. ضربني. ها صار يضرب صار يضرب العيال والله مره كثيرين مره كثيرين. قطع طع بام بام. ما كان قصدي اضرب ذا بس يلا اللي موجود خلاص. فيستو يب في فيستو يب بري. اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا النار. عيوني بتنحرق حرفيا عيوني بتنحرق. يلا قل لي ما انت قدها.
انا اقول لكم في سالفه. ما يهم انا اقول روح رنالة نعرفها صديقتنا، نقدر نتنمر عليها براحتنا ونخلص البث بسلام اليوم. ايش تحسوا كلامي كله كذا خيال واسع صح؟ بس ما تدروا يعني يمكن الديفلوبر، انا اقول مدامي انا فكرت فيها كذا الديفلوبر فكر فيها. والله حيتعنف مسكين، احس بالحزن عليك انا ترى، حتى لو حترمي عشوائي. شو والله ما انت قد الضرب ذا، قلع إديوتا، ما حد يحبك ترى. Everyone hates you. Up strength، نص strength، 60-60 نبا. شوفوا هم حاطين بنفاير هنا في سالفة ترى، مستحيل يحطوها كذا هنا إلا لو في شيء جوا، ما أدري عاد حتكون لحالة. شايفة كيف يا نور؟ هي أتوقع بداية حتكون نفسها، الفيس الثاني هو اللي حيكون فيه إبداع شوية. أنا لابس جير سولير صح نسيت. ما أعرف ليه القتالات حق البوسات كذا الأسد يخرب فيها. وين؟ قلعوا كلكم، انزل أنتي بسرعة. طاع طاع. يا لطيف يا لطيف. لا حطينا البونفاير ما له داعي مدام الوضع كذا. الله ضعيف اللعنة مرة. رفعت مسكينة. هاهاها. واو بتطلع اسحار وسلسة ضعيفة. دقيقة ابى اشوف ضرباتها. دقيقة عندها بابل تير كذا وحاجات غريبة. اوكي اما اول الا قتلتني. واو والله مسكتني كذا، سوت لي كذا وبعدين فاهمين ثلاثة قمار وذا فول مون حرفيا. غير السلاح احنا بنشوف قتاله لورا كيرت رنالا. اي والله شوفوا لو دمجه مره ككيه حرد على السلاح الثانيه. وين العيال؟ خلاص كم ايش هذا؟ حتى دول عندهم ضربات جديده. انا شغل الكنب ذا اللي بيرموه علي مو عاجبني. الله يجلسوا يرموا علي كنب. ايه لما اقتل واحد فيهم الكتب تتحول كنبة. اخ ما عندي مانا استمنى. اسوي حبة فستو. انفجار اكبر من العادة. المشكلة ما هي مضبوطة ذي. اهلا وسهلا بالنيران. كده نشوف القتال كامل. حقيقي ما اشكركم. ايش الضربة؟ ايش الضربة ذي؟ الو بس بتطيح ذي. لا لسه. خلاص كنب خلاص الله يرضى عليكم. موتي بالله. والله يطير بعيد كمان. وجع وجع. يحمونا حتى اخر لحظة. يعني يشبك فيها بليد وتموت. يفكر انزل ملاني عشان زيد دفاعي. سوق الجمعه يحذف كنبي. انت شايف كيف اشتغل ارمي كنب قد ما تقدر. ما اقدر اضربها بالشيلد هذا. الله تضرب تاه تضرب. شو عارفين اجيب بنتي ازيد دفاعي. اوه ربي ستر. بس عشان بشوف قتالك اشوف ضرباته. تموت مره بسرعه. استخدم سبلين ورا بعض يا اخي. بشوف فستو. الكويس اني اقدر ستنا. اوكي القمر سوت مطر زي حق إلدن بيست. فجرت ملينا. ايوه اجابت.
اهلا وسهلا بلاداونت. الله قوي الصح، يبغى له تطوير سلاح بس. الدنيا حلاوه حلاوه عسل حرفيا. شوف هنا كلمه تحمي نفسها. انا مت. هولي مولي ألدريتش، الاخت ألدريتش حرفيا. ممكن تسيبيني في حالي، ممكن تسيبيني في حالي. اولي مولي يتموت بسرعه بس تقتل بسرعه، هنا كل شيء يضربك ما في كلام. يا اخته يا اخته ما يجوز هذا، ما تنضرب صارت. لازم الالتو حقتي. انا ايش جالس اشرب؟ هذه الاقمار انا اشوفها الليجل، والله الليجل. هذه الحركه اللي بقول لكم تشيز، بس سوي الوان 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 لما اقتله. مشكلة دحين بتجيب الاستدعاءات صح؟ على ايزي. الله سوت لي حركة ما ادري من وين جات كذا، طلقات من كل مكان حصرتني بينهم. سأذهب إلى القمر. قتلنا حلاوة عسل خلاص جيجي. ايزي ايزي، لا دمجي مرة حار. الله ما دام رنالة كذا قدام بترفع، المفروض هذه من اسهل الوحوش في اللعبة. شكلي بترفع قدام لما يصير دمجي ما يفرق، فاهمين؟ يقول لك برايتنس اوف ذا مون وفاستنس اوف ذا ستارز. شو السبلات الغريبة. برايت ليفل بايروكسين ماجيك. تفضلوا ترموا ترموا كتب. تحس نفسك في يوم حفلة التخرج حقك. حلو السبلات والله، حلوة الحاجات اللي حطينا في المود. نشوف السبلات الثانية. اوكي. ايش هذه؟ كانها قد سوقتين شو؟ 13 انتلكت، والله شكلها اسحار يبغى لها تجربه كمان في المد. طيب بويز يعطيكم الف عافيه، اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بالبث. لا تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب في اليوتيوب. حرفيا اشكركم على كل شيء، واتمنى لكم دائما كل ايام السعيده. نسوي ريد.